اكتملت ترتيبات الطرح وتحدد مكانه، أصبح كل شيء جاهز تقريبا، لكن صار اللي ما كان بالحسبان، هجمات إرهابية على منشآت نفطية تتبع لأرامكو في خريص وبقيق، انهار معها حوالي نصف إنتاج أرامكو دفعة واحدة. فكيف تعامل الإعلام الأجنبي والمستثمرين مع هذه الأحداث، وكيف كان تأثيرها على عملية طرح أرامكو؟ أتذكر بعد حين الضربة صارت في سبتمبر 14 سبتمبر، والطرح تم استكماله في شهر 12-11، يعني في ديسمبر 11، أقل من 3 أشهر. فلما كنا نذهب يعني للحضور النقاشات مع المستثمرين والمحللين، كنت مجهز نفسي بشكل كامل على بالنسبة للضربات اللي صارت على بقيق وخريس، وطبعا صارت قبلها ضربات على شيبة وعلى الإيست وست الشرق غرب الخطوط حقنا إلى المنطقة الغربية، فصارت عدة ضربات. فكنت محضر نفسي بشكل كبير أنه أكثر الأسئلة اللي بتوجه لي والفريق اللي معاي فريق الطر أنه عن موثوقية الشركة وقدرتها وأنه على الضربات وعلى الأمور هذه. حضرت كثير من النقاشات واللقاءات، ما حد سألني عن ضربات، فحني استغربت أنا، يعني كلها أسئلة ثانية متعلقة بأمور أخرى تم الإجابة عليها. فسألت بعض الأخوان المستثمرين والمحللين، يا ما حد سألنا عن ضربات اللي صارت على الإرهابية اللي صارت على منشآتنا. قالوا لا، هذه موضوع شفنا قدرة الشركة، وهذا يحسب يعني للمملكة ويحسب لشركة أرامكو، قدرة الشركة على التعامل مع أحداث مثل هذه، لأنه شافوا اللي صار والتعامل أسبوع، قلنا 3 أسابيع والناس متوقع 6 شهور سنة، ورجعنا الإنتاج خلال 2 أسبوع، فما كان في أي ملاحظة أو خوف من الاستثمار في أرامكو بسبب الضربات الإرهابية على الشركة. جامع الطرح أرامكو في 17 نوفمبر 2019، وكان الطرح في السوق المالية السعودية تداول، وانطلقت التداولات بالفعل في 11 ديسمبر، وقفز معها سعر سهم أرامكو بالنسبة القصوى. الرابحين من هذا الطرح كثر، سواء أفراد أو شركات أو حتى كيانات مثل سوق تداول اللي أصبح تاسع أكبر سوق في العالم بسبب إدراج أرامكو. الكل رابح باستثناء مجموعة صغيرة كانوا ممنوعين من هذه المكاسب، فيا ترى مين هي المجموعة الممنوعة من الاكتتاب في أرامكو؟ فوجئنا، الأمير طلبنا، طبعا أنا ماني في الفريق اللي قيم والآخر، طلب الأمير جمع مجموعة من الوزراء آخرين والفريق وجلس يناقش مخرجات التوصيات النهائية إيش وكم ومين. وفجأة قال الأمير الله يسلمه، ترى كل اللي حاضرين هنا وكل أساسا الأعضاء مساهمين في هذا ما يساهموا في أرامكو، يعني ما ندخل في الاي بي او حق أرامكو. فقلت طال عمرك احنا الحين جينا بقينا بعد بكره بعد كم يوم هذا، وهذول يعني حقون اللي درسوا فنيا وماليا، بس احنا يعني ليش يعني ننحرم من دخول مثل اي مواطن، يعني كان كل متعطش يبغى يدخل في أنه نأسس ونمأسس. رد على الأمير قال أي حد حضر الاجتماع أو أي عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لن يدخل بريال، ويكون هذا إعلان للجميع، ولم نستثمر بريال في أرامكو. هذا الكاش اللي بنجي من أرامكو بيساعدنا لاقتراص فرص كثيرة، مثل ما تكلمنا في بداية اللقاء، لو أرامكو لم تطرح معناته سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين، سوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، سوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية، مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات. فهي تعطينا شورت كت لما نطرح جزء من أسهم أرامكو ونأخذ هذا الكاش ونخلق فيه قطاعات جديدة وقوية في السعودية، سوف تنمي الاقتصاد، تخلق الوظائف، تحسن إيرادات الحكومة والصندوق إلى آخره من الفوائد. وفي نفس الوقت أرامكو عندنا في السعودية.